السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله فيديو جديد مع بعض. هنعمل القشطه بكوبايه لبن، ممكن طبعا تزودوا المقدار عن كوبايه. انا هنا مستخدمه كوبايه ونص من اللبن، ممكن تعمليها بكوبايه لبن زي ما قلت لك، بس انا حبيتها زياده شويه علشان انا عايزاه يعني هعمل بيها حاجه، فعايزاه الكميه بتاعتها تكون كتير وتنفعني ان انا اعمل بيها حاجه هتاخد مثلا مني قشطه كتير. لكن لو انت عايزه كميه صغيره مثلا هتعملي كوبايه من اللبن زي ما انتم شايفين كده. يعني انا فضيت هنا الطاجن دوت، بياخد كميه محترمه، هو باين ان هو صغير بس هو كبير، وكمان كان لسه فيه في الخلاط معايا قشطه كمان، شايفين القوام بتاعها تحفه وجميل جدا جدا، طعمها حلو. انا مش بحط لها سكر ولا اي حاجه، لان اذا يعني عايزين تعملوها مثلا في حلو، عايزين تعملوها في حادق، فهتنفع كده وكده. لكن لو حطيتي لها سكر مش هتستخدميها غير للحلويات بس. معايا بقى هنا كوبايه من اللبن زي ما قلت لكم، او كوبايه ونص او ثلاثه، يعني الكميه اللي انت حباها او الكميه اللي انت هتعوزيها حطي. يعني لو كيلو لبن مثلا وعايز تعمليه مفيش مشكله، مش شرط ترتبطي بالمقادير اللي انا عاملاها. دلوقتي بقى حطيت اللبن بتاعي كده على النار وهسيبه لحد ما يغلي، لازم ان اللبن بتاعنا يغلي. يبقى انا حطيت بس كوبايه ونص من اللبن ورفعناهم على النار لحد ما يبتدوا يغلوا معايا، وبعد كده هنشوف هنعمل فيهم ايه. بس بجد نتيجه حلوه هتعجبكم، وكمان لما بتقعد في التلاجه بتبقى تقيله. يعني انتوا في الفيديو هي تقيله بس مش تقيله قوي، بس لما بتقعد في التلاجه بتبقى تقيله وحلوه، فالسمك بتاعها ده يعني مظبوط جدا جدا، زيها زي القشطه مثلا اللي انت بتعمليها بتاعت وش اللبن او اي حاجه، او القشطه اللي انت بتجيبيها من بره بتبقى سايله كده، اللي هي البلدي بقى. القشطه البلدي بتبقى سايله كده، بس لما بتدخل التلاجه بتمسك وبتبقى يعني تحفه جدا. اهو خلاص كده اللبن قرب يغلى اهوت معايا زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى احط عليه معلقتين من الخل، يبقى كوبايه ونص من اللبن هحط عليهم معلقتين من الخل، وابتدي ان انا اقلب كده بالراحه اهو. بسم الله، هنلاقي بقى خلاص كده اللبن نبتدي بقى ابتدى يجبن كده وهيفصل، هيبقى الميه لوحدها او الشرش لوحده والجبنه هتطلع لوحدها كده زي ما انتم شايفين. بصوا خلاص اهي طلعت معايا، هبتدي بقى ان انا اشيله وارفعه كده من على النار، وابتدي بقى اخد قطع الجبنه دي، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. هنشيله بقى ونحط نحط على الرخامه بتاعتنا، ونبتدي بقى نطلع قطع الجبنه ديت، نحطها في اي طبق عندنا او اي بوله كده لحد اما ايه تبرد شويه، وبعد كده نبتدي نعمل الخطوه الثانيه علشان نعمل القشطه اللي انتوا شفتوها معايا دي. وهتلاقوا برضو على القناة على القناة طريقة ازاي تحولي كوباية لبن لكريم شانتيه، جميلة جدا جدا وطريقة تحفة وموفرة جدا جدا. ان انت كوباية لبن واحدة هتعملي كمية محترمة من الكريم شانتيه، وتعملي بقى بيها الكيكات وتزوقي بيها اي حاجة انت عايزاها. وهسيب لكم برضو اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف. حطيت كده هنا كوباية من اللبن عليهم معلقتين من النشا، يبقى حطينا كوبايتين من اللبن عليهم معلقتين من النشا، وهبتدي ان انا اقلبهم كده على البارد الاول وارفعهم على النار. في ناس تعمل كتير المهلبيه او مثلا رز بلبن او اي حاجه داخلها نشا بتلاقيها فيها قطن صغيره، ليه بقى؟ علشان النشا مش بيتقلب على البارد الاول، لا انت بتحطي وبعد كده تحطي رفيع على النار وتقلبي، لا طبعا لازم تقلبيه على البارد الاول النشا يدوب معاكي، وبعد كده بقى تبتدي تقلبي فيه شويه بشويه علشان ما يكلكعش منك. لكن لما بتحطيه كده على النار على طول وتبتدي تقلبي بيعمل حبوب كده وحاجات في المهلبيه او اي حاجه بنعملها داخلها نشا، ما بتبقاش كريمي كده اهو زي ما انتم شايفين. انا ايدي فيه يعني مش بسيب الخليط دوت، كل شويه كده بقلبه علشان يبقى كريمي معايا. ممكن لو انتم مش حابين كل شويه عادي، لان احنا كده كده هنضربه في الخلاط، فاي حاجه فيها يعني هتتضرب وهتنعم تماما. خلاص كده الخليط بتاعي اهو تقل، لازم نقلبه شويه يا جماعه، مش اول ما الخليط كده يغلي معايا ان انا ارفعه من على النار، لا علشان النشا يستوي كويس على النار
عشان لما نيجي الحاجة اي حاجة بقى احنا بنعملها داخلها نشا ما نحسش بطعم النشا خالص، النشا بتاعنا يكون استوى. هو بيغلي، هو عمال يعمل فقاقيع كده زي ما انتوا شايفين وبيغلي، ببتدي برضو ان انا افضل اقلب فيه شوية عشان اسوي النشا. وخلاص كده بقى هنرفعه من على النار. اهو الخليط زي ما انتوا شايفين معايا، لا هو تخين يعني رفيع، يعني لو هو خفيف ولا تقيل، لا هو قوامه مظبوط. ولسه كمان زي ما قلت لكم لما القشطه بتاعتنا تدخل التلاجة هتتقل وهتبقى جميله جدا. دي طبعا ممكن نستخدمها بقى في الكنافه، يعني نحشي بيها الكنافه، نستخدمها مثلا لو هنعمل بسبوسه بالقشطه، حاجات كده جميله جدا وتطلع معاكم حلو. اهو انا بحط كده الخليط كده بديله تقليبه، لانه طبعا مش هيدوب او مش هيفك تماما كده، لازم ان انا اضربه في الخلاط. هجيب بقى الخلاط بتاعي وانزل فيه كل بقى المكونات اللي معايا دي علشان يتضربوا كويس ويبقوا ناعمين جدا. بسم الله. وانتوا بتعملوا كده اي حاجه سموا الله كده عشان الحاجه بتاعتكم تطلع جميله. اهو ابتدي بقى ان انا اضربه كده في الخلاط ضربتين تلاتة كده، هتلاقوه ناعم تماما تماما كده وبقى كريمي وحاجة بجد تحفة. لو انتوا بقى وصلتوا لحد هنا ما حطيتوش اللايك، يا ريت تحطوا اللايك للقناة وتشتركوا فيها وتدوسوا على كلمة اشتراك اللي باللون الاحمر وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي جديد انا بنزله، وتعملوا سبسكرايب للقناة. سبسكرايب ده هو الاشتراك بس، في ناس يعني عارفاه او واخده عليه او عارفه ان الاشتراك يعني سبسكرايب، فممكن لما تقولي اشتراك لا ما تفهمش، لكن لما تقولي سبسكرايب تفهم، بس هما الاثنين واحد. سبسكرايب هو الاشتراك، ده بالعربي باللغه كده العربيه بتاعتنا، والسبسكرايب ده هو طبعا بالانجليش، فكل واحد بقى على حسب تعليمه بقى. اهو بصوا شايفين، انا بوريكم القوام بتاعها وهتشوفوه كمان كده وانا بصبه عامل ازاي. انا نسيت خالص ان انا احطها في التلاجة واوريكم القوام بتاعها عامل ازاي، بجد القوام بتاعها تحفة جدا جدا، اعملوها وحطها في التلاجة وانتوا هتشوفوا الاختلاف. شايفين الجمال والحلاوة، بجد جميلة جدا جدا، يعني انصحكم انكم تجربوها، ولما تجربوها قولوا لي بقى في التعليقات رايكم فيها ايه. متنسوش اللايك، لايك اهم حاجه، اللايك يا جماعه. سلام عليكم.